السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ مصطفى. مصطفى تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. أسألكم الدعوة علينا ربنا. الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك. يحفظك. يعني أرجو أن أتسع صدر حضرتك للكلام. يعني سألت حضرتك قبل كده عن المضاربة. عن إيه؟ سألت حضرتك قبل كده. إيه؟ عن المضاربة مع صيدلي، وحضرتك ذكرت أن هذا لا يجوز، فكلمته علشان أسحب المبلغ وكده. أيوه. حضرتك سامعني؟ أيوه، بس أنا لا أذكر ملابسات. أنا أوضح لحضرتك، فأنا قلت له إن فضيلتك قلت إنه تحديد نسبة طبعًا ده من رأس المال حرام. طبعًا طبعًا لا يجوز أصلًا. تمام يا مولانا، فقال لي ده ربا، يعني أنا ما بعملش كده. أيوه. الأدوية مكسبها تقريبًا من 20 لـ23%، ده اللي الدولة محددة. يعني هو من 1000 جنيه مثلا، لو باع بـ1000 جنيه بيكسب 200 جنيه. لو باع مثلاً. هذا لو باع. تمام. هذا بيقول لي وقد لا يبيع. تمام. فهو بيقول لي ان هي. انا بأعطي نسبة من الارباح بعد ما اطلع الاجر العمالي اللي معايا والكهرباء والتأمينات والضرايب وكده، وكل 3 شهور بعمل جلب. يعني انت بتاخد مبلغ معين وبعد 3 شهور اعمل جلب، لو ليك بعد كده بزودك، لو عليك بنقص. خلاص لا كده مظبوط، كده يشكر اذا كان بهذه الطريقه. وفي بعض الاحيان مولانا، لو هو حتى بيقول لو بعض الاحيان بكون مشغول فما بنهارش اعمل جرد، فيبقى بالتسامح، لان انا بعطيك تقريبا يعني حاجه يعني تحت شويه فوق شويه. لا دي ما فيش فيها مشكله، بهذه الطريقه لا اشكال. يعني جايز في بهذه الطريقه التي ذكرتها لا اشكال. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك.